بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ بإذن الله دروس ال HTML بتاعتنا، وهنبدأ من البداية خالص كأننا ما نعرفش أي حاجة. لو انت فعلا حد ما يعرفش أي حاجة بس بتعرف تستخدم الماوس والكيبورد بتوعك، فدي حاجة كويسة جدا. ولو انت حد بتعرف تستخدم الماوس والكيبورد كويس جدا وكمان عندك خبرة في لغات البرمجة، فبرضه هتستفاد من الكورس ده. تمام، خلينا الأول نعرف يعني ايه HTML. طيب، المفروض ان انت قبل ما بتخش الكورس ده بتكون عارف اساسيات بسيطة جدا. يعني ايه شبكة؟ يعني ايه IP؟ يعني ايه WWW؟ الحاجات البسيطة دي. طيب لو انت ما تعرفش الحاجات دي، فخليني اعرفها لك في بريف سريع كده علشان نبدأ نعرف ايه هي ال HTML وجات منين اصلا. طيب في البداية كده عايز اقول لك ان انا بيكون عندي اكتر من جهاز. لا ده كده مش جهاز، دي موزة. طيب خلينا ناخد المربع ده. كده انا عندي جهاز، التاني، التالت، الرابع. طيب كل جهاز من دول بيكون PC. PC معناها personal computer او الجهاز الشخصي بتاعك. تمام، فيهم واحد بقى ما بيبقاش PC. طيب هو بيبقى كمبيوتر برضو بس بامكانيات اعلى شوية، بنشير ليه باسم السيرفر. تمام، طيب ليه بنقول عليه سيرفر؟ طيب سيرفر معناها الخادم او اللي بيخدم عليك. فلنفترض ان هو الشخص مثلا اللي بتجيبه يخدمه في البيت عندك عشان انت مثلا غير مقتدر ان انت تخدم نفسك. تمام، طيب فبنقول عليه سيرفر او اللي بيخدمني. طيب وانت الكلاينت او العميل، بيشبهوها بموضوع ان انت مثلا حد بيسيرفس عليك زي ما بيقولوا. تمام، فاذا انا عندي واحد السيرفر، واحد الايه، الكلاينت. الكلاينت ده دايما هو البيرسونال كمبيوتر او اللي هو انت او الجهاز اللي السيرفر ده هيخدم عليه. طيب بيخدم عليه في ايه؟ والله السيرفر ده بيبقى متصل مع الاجهزه دي في حاجه اسمها الشبكه او النتورك. كلهم كده مع بعض اتصالهم ببعض ده اسمه الشبكه او النتورك. طيب بيتصلوا ازاي ببعض؟ لا ده مش موضوعنا، احنا عارفين بس انهم متصلين ببعض. تمام، يبقى انا عندي اربع اجهزه، كل واحد فيهم جهاز شخصي بنعبر عنهم باسم كلاينت. طيب الكلاينت ده متصل بجهاز كبير جدا اسمه السيرفر، هم الأربعة متصلين بيه اللي هو بيخدم عليهم. سيرفر بالعربي يعني خادم. الاتصال ببعض ده كله اسمه الايه؟ الشبكة. طيب لما PC دوت بيتعامل ككلاينت بقى ويطلب حاجة من السيرفر ده، يقول والله أنا عايز طبق رز مثلا. تمام، بيعرف يوصل له ازاي؟ ما هو متصل، PC ده برضه متصل بالأجهزة التانية. تمام، طيب بيقول لك ان كل واحد في دول عنده رقم بالظبط زي ما احنا عندنا ارقام موبايل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده عنده 192 168 167 1.6 مثلا، اي حاجه، وده .9 مثلا، دوت ده مثلا 1 او خليها 14، ده مثلا 66، دوت مثلا .1. طيب فإذا لما واحد من دول بيحب ياخد حاجة، بيقول والله يا فلان أنا الأي بي بتاعي اللي هو الإنترنت بقى بروتوكول أو النظام اللي إحنا ماشيين بيه. تمام، النظام اللي إحنا ماشيين بيه ده عبارة عن سلسلة أرقام لكل جهاز فينا لما حب نكلم بعض بنتعامل بيه، واختصروا كلمة إنترنت بروتوكول في أي بي. إذا كل جهاز ليه أي بي علشان هو متصل بالشبكة، علشان تعرف الأجهزة التانية تتصل إيه بي. طيب من غير الأي بي يبقى هو مش متصل بالشبكة، عشان كده مش هيعرف أي جهاز تاني يتصل بيه. تمام، طيب خلينا نعمل كده. يبقى إذا كل جهاز بيدخل الشبكة بياخد إنترنت بروتوكول أدرس أو رقم أي بي يعني. تمام، علشان يقدر يتعامل مع الأجهزة التانية، وبيبقى مجموعة كل مجموعة أجهزة متصلة بجهاز كبير جدا بيخدم عليهم أو بيديهم الملفات اللي هم عايزينها. طيب علشان البي سي ده رقم واحد مثلا يتصل بالسيرفر ده، بيعمل إيه؟ بيقول له والله يا 192.67، تمام، 1.1، أنا عايز من جواك، عايز من جواك دي بيحطه سلاش الملف اللي اسمه محمود دوت تكست. تمام، انا عايز الملف ده من جواك. طيب فقال له عن طريق الحته دي كده، فقام جه الجهاز ده سمع الموضوع ده، قام ردد عليه وقال له يا 192.168.1.66 الجهاز موجود خلاص. تمام، يبقى الملف عفوا موجود خلاص.
وبيديهوله. طيب بس الطريقة دي كده هو بيعمل ايه؟ هو عايز ملف. طالما بياخد ملف يبقى أنا لازم يبقى في طريقة تعامل بيني وبينك. يعني ايه؟ يعني التعامل بينك وبين المحل اللي في الشارع معاملة تجارة، التعامل بينك وبين الأسرة في البيت معاملة ود مثلا أو معاملة أسرية، المعاملة في البنك هي معاملة مالية، تمام؟ طيب فإذا بص مع عفوا مالية أسرية تجارية، فإذا الموضوع هنا برضو في الكلام ده إزاي؟ لو أنا عايز ملفات فبحط قبليها كلمة FTB كولوم سلاش سلاش. طيب دي معناها ايه FTP؟ يعني فايل ترانسفير بروتوكول، تمام؟ طريقة تحويل الملفات، تمام؟ او بروتوكول تبديل تحويل الملفات. ليه؟ علشان اقول له ان انا هاخد منه ملف اسمه محمود دوت تكست واقدر احمله. طيب جميل جدا. هل انا عندي بشكل ما حاجة تانية أقدر أتعامل بيها؟ آه عندك، عندك مثلا حاجة اسمها SSH، تمام؟ عندك حاجة اسمها مالتيو، تمام؟ طيب SSH دي حاجة اسمها Secure Shell ومش تبعنا قوي دلوقتي، وعندنا حاجات كتير جدا، أو المايلوتو، وعندنا حاجات كده أسامي غريبة. بس اللي يهمنا قوي في النقطة دي حاجة اسمها HTTP كولوم سلاش سلاش كولون بالان وبعد كده 2 سلاش. طيب HTTP دي لايه؟ قال لك والله بص، افرض ان انا مش عايز احمل الملف ده، انا عايز اتصفحه، تمام؟ فلازم ان انا اقراه، فهعمل حاجه اسمها تكست ترانسفير بروتوكول. يعني هتصفح التكست عادي بالبروتوكول ده، تمام؟ يعني هخش هقرا التكست ده. قال لك طب انت تعب نفسك وعامل بروتوكول عشان تقرا، تدخل تقرا ملف تكست؟ يعني انت عايز تحسسني ان انت عايز تخش تقول مثلا محمود دي كده محمود دوت تكست، وهتكتب فيها مثلا محمود عادل منصور على سبيل المثال، وتحفظها كده، ماشي؟ عايز ان انت بقى تفتحها وتقراها من على السيرفر. طب ما تاخدها هتحملها تفتحها عندك، ده موضوع كبير جدا، ايه لازمتها اصلا؟ طيب هقول لك انا ايه لازمتها. لازمتها ان انا مش عايز اقرا تكست عادي، انا عايز اقرا تكست كده ايه، يعتبر خارق شويه للتكست العادي. ازاي ده؟ ايه ده؟ هقول لك، انا عايز اعمل تكست، تمام؟ التكست ده يديني خصائص غير التكست العادي. تكست معناها نص، فانا عايز ان انا لما اجي اعمل تكست، يعني مثلا اجي اعمل نص، ما يبقاش بالطريقة دي كده، انا عايز نص قوي شوية. يعني عايز مثلا محمود عادل منصور دي اعمل عليها شغل، يبقى خط شكله كبير، ولما ادوس عليه يوديني في مكان تاني. ازاي ده؟ هقول لك، انا دلوقتي لو خدت الملف ده اللي هو محمود دوت تكست بشكل عادي جدا وبشكل طبيعي جدا، حطيته على سيرفر او جهاز يعني قوي شوية، وهتصل بيه دلوقتي، فلنفترض ان هو هيبقى جوه هنا، تمام؟ انت مش مطلوب منك ان انت تعمل الحركة دي عندك خالص، تمام؟ فهروح افتح المتصفح وهقول له انا عايز HTTP، تمام؟ كولون سلاش سلاش السيرفر ده اللي هو موجود في مكان ما نعرفش هو فين مثلا، عايز منه الملف اللي اسمه محمود دوت تكست، نفس اللي احنا ايه عملناه بالظبط في برنامج الرسام او اللي شرحناه. قام جايبه لي، قال لي ايه؟ لا ده نوت فاوند، انا ما لقيتهوش ده. طيب ليه ما لقاهوش؟ علشان اكيد انا عامل حاجه غلط. هاجي هنا محمود، ادوس عليها كليك يمين بروبرتيز، فقال لي بقى دي تي اكس تي مفيش اي، فاقول له اه معلش انا غلط. طيب فبص، محمود منصور كده معروضه نص عادي، ما اقدرش اعمل عليها حاجه، لو دوست عليها كليك حتى لو كبرت ما اقدرش اعمل عليها حاجه، لان هي في الاول في الاخر نص عادي جدا. قال لك فانا مش هعمل بروتوكول علشان اتصفح بيه نص عادي، انا عايز نصوص خارقه، تمام؟ اعمل بيها كل اللي انا عايزه، اعمل نص تشعبي، تمام؟ يعني يوديني لمكان تاني، ومكان ده يوديني لمكان تالت، ومكان تالت ده يوديني مكان رابع، وهكذا. فاعمل ايه؟ قال لك خلاص احنا هنعمل نفس التكست العادي، تمام؟ بس هيكون بشكل علامات.
تمام. يعني ايه؟ يعني التكست ده مثلا انا لو عايز النص بتاعي ده فين احنا نقلناها في السيرفر، انا لو عايز النص ده بتاعي ده يوديني لمكان تاني، تمام، هقول له مثلا انكر بالطريقة دي، انكر اللي هي التنقل يعني، تمام، لمكان تاني على سبيل المثال انكر لريفرنس هايبر ريفرنس جوجل دوت كوم، تمام. طيب لما عملوا الطريقة دي قال لك لا الطريقة دي مش هتنفع، تمام، لان بص انا مش عارف الدنيا كده سايحة على بعض، فاحنا لازم نخصصها بشكل افضل شوية، يعني على الاقل يكون في علامة اكبر من واصغر من بالنسبة للايه، للعلامات اللي هنعملها دي، علامة اصغر من وعلامة اكبر من، عشان اعرف فين الكلمة اللي هتوديني لجوجل دوت كوم، تمام، وفين الايه العلامة الخاصة بالنص التشعبي او اللي خاصة بالهايبر تكست. فقال لك برضو حتى دي كلمة كبيرة قوي، فاحنا هنشيل من انكر، تمام، ال سي اتش او ار، ونخلي الايه الايه بس، وقال لك هايبر ريفرنس بينها سبيس وده ما ينفعش، فنخليها كده. وجوجل دوت كوم ما احنا ما نضمنش الاتنين دول برضو بينهم سبيس، فهنخلي بينهم يساوي، تمام. طيب كويس جدا كده. قال لك كلمة هايبر ريفرنس دي هتبقى تقيلة على الناس، احنا هنخليها اتش ار اي اف علشان تبقى ايه، كأنها هايبر وار اي اف لريفرنس، تمام. طيب احنا قلنا ان هايبر التشعبي او النص الغير عادي، تمام. طيب وريفرنس هو المرجع، تمام. طيب فجينا كده قال لك اه ده كده كويسة جدا، بس برضو في حاجة، افرض انا عايز اعمل واحد تاني، يعني عايز اكرر ده مرتين تلاتة مثلا كده، فبص انا مش عارف ممكن ده يخش في ده، فاحنا لازم يبقى في بداية ونهاية للموضوع ده. فقال لك اه صح، يبقى خلاص هنعمل نفس الحاجة، علامة الاصغر من والاكبر من. قال لك طب انت هتفرق البداية والنهاية ازاي؟ ما كده في حاجة غلط. قال لك خلاص نحط في النهاية سلاش، يبقى ببدأ، تمام، في الهايبر تكست ببدأ بعلامة الاصغر من والاكبر من، وبنتهي بالاكبر من والاصغر من. هنا بكتب اسم الحاجة اللي انا عايز اعملها، الحاجة دي بقى، تمام، هو التاج، يعني الحركة دي اسمها تاج، ان انا بعمل تاج، تمام. طيب ونفس التاج وقبليه علامة سلاش. طيب بسيطة جدا. طيب يعني ايه تاج؟ يعني علامة. امال ايه دي علامة؟ ان انا هعلم ان الراجل اللي هنا ده لينك او رابط ادوس عليه وديني لجوجل دوت كوم. طيب وهنا بنهي العلامة. قال لك بقى الحركة دي كلها كده، تمام، القوسين دول في مصطلحات البرمجية اسمهم انجل بريسز، تمام، انجل بريسز او انجل براكتس، تمام، يعني اجنحة الايه الملاك. طيب كويس جدا. فجي هنا قال لك خلاص هكتب مثلا حاجة تاني. قال لك طيب انا عايز هيدنج نص كده كبير، تمام، فقال لك طبق عليه نفس الفكرة بنفس الطريقة دي كده، واكتب هنا مثلا احمد عادل مثلا اي حاجة، تمام. طيب قال لك انا من الهيدنج دي او الهيدنج دي عشان يبقى احمد عادل ده رأس الصفحة، او خليها ماي ويب سايت مثلا عشان تبقى رأس الصفحة، عشان يبقى النص شكله كبير كده، فانا برضو عندي نصوص كبيرة تانية. يعني ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال عندي اليافطة في الشارع عليها اسم المحل، وبعد اسم المحل عندي مثلا رقم المحل، عندي المحل بيقدم ايه، فانا محتاج يكون في رأس للصفحة ورأس فرعية للصفحة ورأس فرعية للرأس فعايز اعمل ايه، يعني افرع الرؤوس بتاعتي، يعني اخلي ماي ويب سايت دي تبقى بحجم كبير قوي، وماي ويب سايت 2 دي بحجم اصغر شويه، وماي ويب سايت 3 بحجم اصغر شويه. فقال لك خلاص سماها هيدنج 1 2 3، مش مهم تفهم الحركه دي، المهم بس تفهم انا بكتب ايه، تمام. يعني فقال لك الهيدنج كبيره خليها اتش 1 ودي اتش 2 ودي اتش 3، نفس الكلام، خلينا نعمل كده عشان بس اوريك الشكل ده، نفس الكلام في القفله، ما ينفعش القفله تبقى غير الايه الفتحه بتاعتها، تمام، وبقت بالطريقه دي. طيب تعالى نشوف اللي احنا عملناه ده كده هيتقري ازاي في متصفح.
طيب نبص كده. اتقرا على انه نص عادي. ليه نص عادي؟ عشان بص، لو بصيت هنا في الحتة دي محمود دوت تكست، ده تكست عادي، انا عايز احفظه محمود دوت هايبر تكست مارك اب لانجويج. يعني محمود، صفحة محمود اللي معمولة بهايبر تكست نص غير عادي بلغة العلامات المارك اب لانجويج. فدي محمود هيعملها ازاي؟ هيقوم فاتح الملف عادي زي ما هو التكست، ويدوس فايل سيف از او كنترول شيفت اس مع بعض، ويغير التكست دي لاول فايل. ويجي هنا بقى يقول ايه؟ يقول لك مش احنا هنا اللغة اللي بيقراها البروتوكول ده هي الهايبر تكست؟ وطالما قلت لغة يبقى لانجويج، وهي حقيقيا مش لغة حقيقية، هي لغة علامات، يبقى هايبر تكست مارك اب لانجويج. طيب كويس جدا، جميل الكلام ده، بس ده كلمة كبيرة قوي عايز اختصرها. فقال خلاص احنا هناخد من الهايبر اتش ومن التكست التي ومن مارك اب الام ومن لانجويج ال، بقت اتش تي ام ال. طيب جميل جدا الموضوع ده. يبقى انا هنا هاجي احفظها محمود دوت اتش تي ام ال، اروح ابص عليها تاني كده في المتصفح، هغير بقى ايه، افتح الصفحه اللي اسمها محمود دوت اتش تي ام ال اللي هي موجوده فين، على السيرفر البعيد اللي احنا ما نعرفش هو فين. فقال لك بص بقى، لو دوست هنا هيوديني ايه، لجوجل دوت كوم. طيب معلش خليني اعدل الرابط عشان انا حطيت الرابط غلط بتاع جوجل دوت كوم. تمام بالطريقه دي كده، اعمل كده، بص هيوديني لجوجل دوت كوم. وهنا بص ده كبير، ده اصغر شويه، ده اصغر شويه. يبقى اللي انا محتاجك تعرفه ان امتداد الملف هو مهم جدا، يتحفظ دوت اتش تي ام ال، وامتداد الملفات هو اللي بيحدد هتتقري ازاي. يعني ايه؟ بص محمود دوت اتش تي ام ال اتقريت على الفايرفوكس، محمود دوت تكست اتقريت على النوت باد مثلا، دي ايقونه تمام فاتقريت على ان هي تتفتح كصوره. فالدوت اللي في الاخر بعد اسم الملف هو الامتداد. تمام يعني بص هنا دوت ايكون، تمام كليك يمين دي هتلاقيها دوت اتش تي ام ال، تمام دي هتلاقيها دوت بي اتش بي. فهنا الويندوز بيجي يدوس هنا اتنين كليك، يقول له انت دوت ايه، يقول له اتش تي ام ال، يقول له عم متصفح على طول. تمام فانت برضو مش محتاج سيرفر عشان تقراها، انت ممكن تفتحها من على جهازك باتنين كليك. هتقول لي ازاي يا عم؟ هقول لك، لان هم لما جم عملوا الموضوع ده قال لك طب احنا هنفتحها ازاي، هنتصفح ازاي. الاف تي بي كنا بنفتح حاجه مثلا اسمها سي ام دي، حاجه زي دي كده، ونكتب اف تي بي مش عارف ايه ونبتدي نتصفح. اهو بص كتب لي، قال لي تصفح السيرفر اللي انت عايزه. طيب ده هنعملها ازاي؟ لازم تكون واجهه بسيطه وسهله عشان الناس تفهمها. قال لك هنعمل لها سوفت وير او برنامج اسمه البراوزر، المتصفح بياخد اسم السيرفر او رقم السيرفر، تمام بعد كده سلاش الملف، وطبعا قبليهم البروتوكول، تمام اللي هو مثلا محمود دوت اتش تي ام ال، وبعد كده ويدخلني ايه، اتصفح الموضوع ده على طول، لان هو بيعرف يقرا لغه العلامات كويس وهيبقى متخصص فيها. طيب كويس جدا. بعد كده لما عملوا الموضوع ده ابتدى بقى ينتشر والناس تعمل ايه، حاجات كتير بالشكل ده بلغه ال HTML. طيب ال HTML هي لغه علامات مش لغه برمجه، جميل جدا. فجي قال لك بص، حتة ان الناس تبقى عندها 192.168.3 مش عارف ايه، انت نفسك هتبقى صعب عليك. ليه هتبقى صعب عليك؟ لان تخيل كده ان انت مثلا بقى عندك 2000 موقع، تمام؟ طيب 2000 موقع دي حاجة كبيرة قوي، ما انا هحفظهم ازاي؟ وعندي 6000 سيرفر، هعرف الارقام بتاعتهم ازاي؟ قال لك بص، هنعمل اتفاقية مع بعض كده بيننا وبين بعض اسمها DNS. وطبعا طالما دي ان اس، خد اول حرف من دايناميك نيم سيرفرز، واسمع معايا للاخر تمام، وهقول لك جت منين. تمام طيب ايه الدايناميك نيم سيرفر دي؟ والله هي دايناميك نيم سيرفر او دومين نيم سيستم. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ طيب الدايناميك نيم سيرفر، تمام، هي حاجة يعني خلينا نقول ان هي ليها علاقة بالديناميك دي ان اس، وانت ما تعرفش ايه هو الدي ان اس في الاول. فخليني اقول لك، الدومين نيم سيستم
تمام الاول، بعد كده اقول لك الدايناميك نيم سيرفر. طيب الدومين نيم سيستم قال لك انا هاخد الرقم ده واحوله لاسم، يعني الرقم ده بدل ما يبقى كده يبقى www دوت، او من غير www هيبقى facebook.com. قال لك انا غيرته اسمه وحطيت له دومين اللي هو دوت كوم. طيب دوت كوم يعني دوت كومباني، ودوت نت يعني دوت نتورك، وهكذا. وابتدوا يمشوا الموضوع ده علشان الموضوع ما يبقاش ممل وما يبقاش حفظ ارقام وخلاص. طيب يعني ايه بقى دايناميك نيم سيستم، دايناميك نيم سيرفر؟ دايناميك نيم سيرفر الاختصار بتاعها، تمام، خلينا نقول ان هو دي اللي هو الدايناميك دي ان اس، يعني الدايناميك دومين نيم سيستم، تمام. طيب انا عارف ان انت اتلخبطت، خلينا نقولها الدي ان اس هو الدايناميك، عفوا اللي هو الدومين، انا نفسي اتلخبط، الدومين نيم سيستم. طيب خلينا نقول ان الدي دي ان اس، تمام، هو الدايناميك دومين نيم سيستم. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ احنا عرفنا ان الدومين نيم سيستم بياخد الرقم الاي بي او الانترنت بروتوكول ويحوله الاسم على طول دوت اسم الدومين. طيب يعني ايه بقى الدايناميك نيم، الدايناميك دي بتعمل ايه يعني؟ قال لك والله بص، السيرفر ده ليه اسماء او ليه نيم سيرفر، تمام، يعني كل سيرفر ليه اسم. طيب الاسم ده لما بيتعمل له ابديت فبياخد الاسم بتاع الدومين اللي هو فيسبوك دوت نتورك ويربطه برقم الاي بي، تمام، اللي هو 192.21.325. فلما بيتعمل له ابديت اوتوماتيك الحركه دي اسمها دايناميك دومين نيم سيستم او النيم سيرفر، تمام. يعني الطريقه دي مش لازم انت تعرفها دلوقتي، بس انا بقول لك علشان انت هتشوفها كتير، ان هي بتعمل ابديت للربط ما بين الرقم الاي بي وما بين الدومين، تمام. طيب والدومين نيم سيستم هو اصلا الربط ما بين الاي بي، تمام، وتحويله لاسم. فانت المطلوب تعرفه بس ان في حاجه اسمها دي ان اس، دي اللي بتحول رقم الاي بي على طول للايه، للفيسبوك دوت نتورك او الاسم. عايز تقول لي ان انا لو كتبت رقم الاي بي ده هيحولني على الفيسبوك؟ طيب تعال نشوف مع بعض، تمام. فخلينا الاسباب الامنيه كده ناخد الاي بي بتاع جوجل، بلاش فيسبوك، فاكتب مثلا 172.217.14.228، انتر، حوله لي بالدي ان اس على طول ل www.google.com. هتقول لي بس انت ما قلتليش ايه الاس اللي في اتش تي تي بي دي؟ هقول لك والله دي عباره عن سكيور، يعني اتش تي تي بي اس، اس دي معناه ان هو متامن او الاتصال بينك وبينه متشفر، لو حد معاك على الشبكه ما يقدرش يشوف ايه اللي بيحصل. زمان كان اللي بيحصل بينك وبين اي موقع يقدر اللي معاك على الشبكه يشوفه، لكن انت دلوقتي ما تقدرش لان هو بيكون متشفر، تمام. طيب وايه www دي؟ www دي ستاند فور، او يعني منسوبه لكلمه World Wide Web، وديت معناها الشبكه العالميه اللي بتربط الناس كلها المتصله ببعض عن طريق البروتوكول اللي هو HTTPS، علشان او HTTP عموما عشان يتصفحوا على طول. الكلام ده تقريبا من 1901 من 1990 او 91 يعني، وابتدوا يشتغلوا عليه من 1989 يعني، التواريخ مش مهمه قوي في الايه في الكيس دي يعني. طيب فاحنا دلوقتي عرفنا ال HTML جت منين، خلينا بقى نبدا نتعلم ال HTML على طول. طيب نيجي نقول ان ال HTML هي stand for او منسوبه الى الهايبر تكست مارك اب لانجويج، يعني لغه العلامات او لغه النصوص الفائقه، او لغه العلامات للنصوص الفائقه، تمام، ديت علشان ابني بيها بلوكات او علشان ابني بيها صناديق من العناصر، تمام، بمعنى بسيط كده ابني بيها عناصر كبيره، تمام، يقدر اي حد متصل على الورلد وايد ويب او الانترنت العالمي الكبير، تمام، ان هو يقراها عن طريق تكست بيظهر لي على طول عن طريق المتصفح بتاعي، تمام، من غير ما هو يحمله ومن غير ما هو يقدر يعمل اي حاجه ويتفاعل معاه بالماوس على طول، ان هو يدوس كليك يوديني لينك تاني زي ما شفناه، تمام. هو يعتبر جزء من النص، يعني نص عادي بس نص تشعبي كمان، في جداول، في صور، في نماذج اللي هو بتدخل فيه الاسم والباسورد، الفورم يعني،
في كمان قوائم، حط قائمة، ممكن كمان ان انا اعمل حاجات كتير جدا بالايه، بالمارك اب لانجويج. تمام، بيقول لك في الاول ان اصلا HTML اتعملت او اتطورت من تيم بيرنرز، وحد اسمه تيم بيرنرز لي في سنة 1990. هو كمان بيتسمى بابو الويب او فاذر اوف ويب، يعني لان هو اللي يعتبر عمل كل حاجة. في 1996 طبعا الورلد وايد ويب كونسترايم او ال W3C اعتمدت ال HTML ان هي انترناشونال ستاندرد، خلاص هنشتغل بيها في كل حاجة مربوطة بالويب. تمام، وكمان عملوا لها ال ISO او ال ISO في سنة 2000 عشان طبعا اللغات والترميز والكلام ده كده، ودي معلومات عامة بتتقال في اي كورس عادي، مش مهم ان انت تعرفها بس على الاقل انت عرفتها. واخر فيرجن من ال HTML هو ال HTML5 طبعا، علشان بيديك اسرع وبيديك عناصر اكتر وبيديك حاجات كتير جدا. احنا في الكورس ده بتاعنا هنغطي ال HTML، وفي البلاي ليست بتاعت ال HTML5 هقول لك ايه الجديد، لكن هي الاساسيات، مفيش اساسيات مختلفة. تمام، هي عناصر بس الجديدة اتضافت. تمام، طيب خلينا نقول ان البلاي ليست بتاعتنا هتقدم ايه؟ هتقدم الحاجات الفاندمنتالز او الاساسيات اللي تساعدك ان انت تبني HTML كويس. لو حد قال لك ال HTML مش مهمه، عايز اقول لك ان انت لو ما بنيتش HTML صحيح هتواجه مشاكل عظيمه جدا في ال CSS والجافا سكريبت، وفي عناصر هتروح منك وهتيجي والدنيا هتبقى صعبه خالص. طيب ايه اللي اقدر اعمله بال HTML؟ اقدر ان انا اعمل صفحة كاملة من النصوص فيها صور وتيبلز او جداول وقوائم وحاجات كتيرة جدا. اقدر ان انا اخش على مواقع تانية من عن طريق الصور وعن طريق الجداول، يعني اخلي حد يدوس على جدول او صورة ينقله لموقع تاني، او حتى ممكن احط فيديو. ممكن ان انا اخد داتا او اخد معلومات من اليوزر اللي داخل على HTML، يقول له اقول له سيب لي النيم، سيب لي الايميل وهكذا. اقدر كمان ان انا احط صور وفيديو، وكمان زي ما قلنا الصور وفيديو بس احط، اقدر احط صوت كده، احط فلاش، الحاجات الفلاش اللي بتنور دي، احط انيميشن، احط افلام وحاجات كتير جدا جوه ال HTML ما يحتاجش ان الشخص ايه يحملها. ممكن ان انا اعمل اوفلاين فيرجن، يعني ايه؟ يعني اعمل اصدار او اعمل HTML من غير ما يكون عندي انترنت، يعني لو فصلت الانترنت هو على الجهاز عندي يقدر متصفح يفتحه كمان مفيش مشكلة. تمام، اقدر افتحه من غير ما انا احتاج حتى يكون عندي سيرفر. تمام، طيب اقدر ان انا اشوف اللوكيشن الحالي بتاع الشخص اللي قدامي، الفيزيتور اللي داخل لي ده، اشوف اللوكيشن بتاعه. ال HTML من الاخر هي البداية اللي بتمهد لك ان انت تبتدي تتعلم تمام دخول او مبدأ الويب. ال HTML مش لغة برمجة، هي لغة علامات، مش زي الجافا ولا الروبي ولا ال PHP الخ والكلام ده كله. تمام، طيب المتصفحات ما بتظهرش ال HTML tag. احنا قلنا ال HTML tag اللي هو ايه؟ العلامة او الشكل اللي هو ده HTML tag او ده tag ما بتظهرهوش. هي بتاخده بترجمه او تترجمه وتعمل له عملية انتربريت. طيب علشان مصطلحات الانجليزي ما تبقاش كتيرة في الكورس بتاعنا، خلينا نقول انتربريت اللي هو التفسير، بتفسره، تقول اه ده H1 فانا هفسر ان اللي جواه كده هيبقى شكله كبير، هيبقى كبير كده بالطريقة دي. اه ده H مثلا 6 فخلينا نقول ان اللي جواه هيبقى صغير جدا، وهكذا. هنتعلم الحاجات دي كلها طبعا. تمام، بس انا عايز اقول لك ان المتصفح بيشتغل ازاي بيها. طيب احنا خلينا نقول ان احنا هنغطي كل حاجه باذن الله ان شاء الله في ال HTML كده. المقدمه او الاساسيات اللي انت محتاج تعرف عشان تخش في ال HTML خلصت. اشوفكم باذن الله في البدايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.